السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة لغتي. درسنا اليوم بعنوان الاسم الممدود. الاسم الممدود، لكن قبل أن نتطرق إلى تعريف الاسم الممدود، نريد من أبنائي الطلاب نريد من أبناء الطلاب من يعرف لنا. نحن أخذنا قبل ذلك الاسم المقصور وأخذنا الاسم المنقوص، فنريد من أبناء الطلاب، أحد الطلاب سواء طالب أو طالبة، يعرف لنا ما المقصود بالاسم المقصور والمنقوص. الطلاب، نريد من أبناء الطلاب من يستطيع أن يعرف لنا الاسم المنقوص والمقصور. ألو، ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلاب، طلاب الصف الثاني المتوسط، هل تسمعونني الآن؟ نقول نحن اليوم مع درس جديد من دروس مادة لغتي بعنوان الاسم الممدود. بعنوان الاسم الممدود، تمام؟ نحن أخذنا قبل ذلك الاسم المقصور والاسم المنقوص. الاسم المقصور والاسم المنقوص، من أبناء الطلاب يستطيع
أن يعرف لي المقصود بالاسم المنقوص والمقصور. ها؟ ما في أحد؟ تفضل يا إياد. الاسم المقصور الاسم الذي ينتهي بألف الهزيمة وما قبله مقطوع. تاني كده يا إياد. الاسم المقصور الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف الهزيمة وما قبله مقطوع. ما قبلها مكسور ولا مفتوح؟ مفتوح. قبلها مفتوح، أحسنت. يبقى المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها، أحسنت يا إياد، قبل. ده المنقوص. طب من يستطيع أن يعرف ده الاسم المقصور؟ من يستطيع أن يعرف الاسم المنقوص؟ ها؟ يحيى؟ تفضل يا يحيى. هو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة وما قبله حرف مكسور. وما قبلها مكسور، ده تعريف ايه يا يحيى؟ تعريف الاسم المنقوص، صح؟ أيوه. تمام، احسنت، جزاك الله خير. اليوم بمشيئة الله تعالى ابنائي الطلاب نتحدث عن الاسم الممدود. واذا ما اردنا ان نعرف الاسم الممدود فنقول هو الاسم او كل اسم معرب ينتهي بهمزة قبلها ألف مد، قبلها ألف مد. يعني على سبيل المثال أنتم ترون أمامكم صفحة الكتاب، ها يد، نعم صفحة الكتاب موجودة أمامكم، صح؟ ايوه صح. طيب أيضا الذي لا يستطيع أن يتابعنا من خلال الشاشة التي تظهر أمامه يفتح الكتاب صفحة 233. 233. طيب عندي ست كلمات موجودة أمامي، ست كلمات موجودة أمامي تختلف من اسم منقوص أو اسم مقصور أو اسم ممدود. على سبيل المثال كلمة الداني هذه نضعها أين؟ كيف نحكم عليها؟ ما في غير إياد معانا؟ تفضلي يا حور. يا مستر أنا معلش مش عاوزة أجاوب، لكن واحدة صاحبتي مش عارفة تدخل الميتينج وهي مش عاوزة تضيع الحصة، ومعلش يا مستر تعيد شرح الدرس لأن أنا محضرتش من الأول لأن اللينك الأول مش كان شغال. طيب حاضر حاضر. طب هي ممكن تتصل بعد ذلك على على مستر متولي وتاخد منه اللينك وتعرف منه. طيب نقول يا أبناء الطلاب أننا نتحدث اليوم عن الاسم الممدود. نحن أصلا في البداية يا حور لسه الآن حتى الآن لم نتطرق إلى الشرح، شرح الدرس. نحن نمهد نعرف بين الاسم المنقوص والاسم المقصور والاسم الممدود، تمام؟ ركزي معنا في الشاشة التي أمامك كلمة الداني، هل نستطيع أن نقول أنها اسم منقوص أو اسم مقصور أو اسم ممدود؟ تفضلي يا شاهد. الداني اسم منقوص. اسم منقوص، لماذا منقوص يا شاهد؟ لأن آخره ياء. لأن آخرها ياء. مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، ما قبلها. يبقى الداني اسم منقوص، الداني اسم منقوص، تمام؟ أحسنت يا شاهد، جزاك الله خيرا. طيب ها نستطيع أن نضع كلمة الداني في هذا مكان هذه النقط؟ ها في الكتاب الذي معكم نضع هنا كلمة الداني. طيب كلمة القضاء، ها القضاء، ها تنتهي بهمزة، ها قبلها ألف مد، ها تفضل يا مصطفى. اسم ممدود.
اسم ممدود. أحسنت يا مصطفى، وقلنا ممدود لأن نهايته همزة قبلها ألف مد، الهمزة تكون على السطر هكذا، تمام، وقبلها ألف مد. أحسنت، يبقى اسم ممدود. نكتبها أين يا مصطفى؟ نكتبها هنا، ها، في النقاط الأولى في المستطيل الثاني، نكتب هنا كلمة القضاء. أحسنت، ها، طيب كلمة القاصي، ها، كيف نحكم عليها، منقوص أم مقصور أم ممدود؟ تفضل يا عمر. منقوص. اسم منقوص. منقوص. اسم منقوص، أحسنت. نضعوها أين؟ في أول تحت كلمة الداني، صح؟ تمام، هنا نضعه هنا. طيب كلمة، أحسنت يا عمر، جزاك الله خيرا. كلمة الأعمى، تفضل يا بهاء. الأعمى اسم مقصور. اسم مقصور، أحسنت. لماذا اسم مقصور يا بهاء؟ أنها انتهت بألف ألف مد، بتنتهي بألف، تنتهي بألف مفتوح ما قبلها، أعمى. نضعها هنا، نضعها هنا، تمام. كلمة شهداء، أحسنت يا بهاء. كلمة شهداء، ها، ما في عندي غير ثلاث طلاب فقط. عبد الرحمن هشام بدأ يشترك معنا، تفضل يا عبد الرحمن. مستر أنا أحمد. أحمد رمضان، تفضل يا أحمد. شهداء اسم ممدود. اسم ممدود، لماذا اسم ممدود يا أحمد؟ لأنه انتهى بهمزة قبلها ألف. لأنه ينتهي بهمزة قبلها ألف، أحسنت يا أحمد. أين نكتبها؟ في الوسط هنا مع كلمة قضاء، جزاك الله خيرا يا أحمد. نكتبها هنا في الوسط تحت كلمة القضاء. باقي عندنا كلمة الأقصى، ها، يزن، ما شاء الله، ها، تفضل يا يزن. يا مستر أنا ما كنتش موجود من بداية الحصة، ممكن تشرح الدرس تاني؟ طيب يا يزن ركز بس معنا إن شاء الله، ركز معنا، ها. طيب الأقصى، ها، مصطفى، تفضل يا مصطفى. مصطفى يبدو انه غير موجود، ماشي، ها، تفضل يا اياد. مستر الاقصى اخرها الف مد ما قبلها مفتوح، يبقى اسمها الف مفتوح ألف ما قبلها، اين توضع؟ الاسم المقصور. الاسم المقصور هنا، توضع هنا. يبقى نحن وضعنا في هذا المستطيل الأول كلمة الداني والقاضي، ووضعنا هنا القضاء وشهداء، ووضعنا هنا الأعمى والأقصى. طيب كيف نحكم على هذا؟ ها، الدائرة الأولى هذه كيف نحكم عليها؟ نقول أنها اسم ماذا؟ اسم منقوص. اسم ماذا؟ منقوص، يبقى نكتب هنا اسم منقوص. طيب ها، كلمة القضاء وشهداء اسم ممدود، اسم ممدود. كلمة الأعمى والأقصى اسم مقصور، أحسنتم أبناء الطلاب. طيب إذا نظرنا أو جئنا إلى الاسم الممدود، وأريد من كل طالب، من كل طالب أن يكون معه دفتره وقلمه الآن. انظر معي، الاسم الممدود نحن عرفناه وقلنا هو الاسم الذي ينتهي بهمزة قبلها ألف مد. تمام؟ طيب أريد من أبناء الطلاب أن يكتب معي هذه الكلمات. انظر معي إلى كلمة، نأتي إلى تعريف الهمزة. همزة الممدود التي تكون في نهاية الكلمة
مثل كلمة شهداء ومثل كلمة قضاء. هذه الهمزة، أيوة عبد الرحمن هشام تفضل. هل من سؤال؟ لا بالغلط. طيب ماشي، نحن نتطرق الآن إلى الهمزة. الهمزة التي تكون في نهاية الكلمة هذه لها ثلاثة أنواع، لها ثلاثة أنواع. إما أن تكون همزة أصلية، بمعنى أنها موجودة في الاسم أصلاً، حرف أصلي من حروف الكلمة. وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون الهمزة هذه زائدة للتأنيث، وإما أن تكون منقلبة عن حرف آخر، وإما أن تكون منقلبة عن حرف آخر. والمنقلبة عن حرف آخر إما أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. طيب، آتي إلى النوع الأول وهو الهمزة الأصلية. ها، نكتب هذه الكلمة هكذا، واكتب معي، ها، إنشاء. نكتب هذه الكلمة إنشاء. نجد أن الكلمة تكونت من الهمزة في الأول والنون والشين والألف، تمام، ثم بعد ذلك الهمزة في نهاية الكلمة إنشاء. طيب، هذه الكلمة يطلق عليها اسم ممدود. طب كيف أعرف أنها هذه الهمزة حرف أصلي أم منقلب أم زائد؟ نقول نأتي بالفعل منها. الفعل من إنشاء إيه؟ أنشأ. ها، اكتب كده، ها، أنشأ. ستجد أن الهمزة هي آخر حرف في الفعل، آخر حرف في الفعل. فأقول أنشأ يحيى عمر، رفع إيده. ها، أيوة عمر، في سؤال؟ طيب ماشي، ها، أنشأ الاسم منها إنشاء. فالهمزة هنا موجودة في حروف الفعل، اللي هي الهمزة الآخر حرف في الفعل، تمام؟ طيب، كلمة، ها، قراء. اكتب كلمة قراء. ها، آتي بالفعل منها. من يأتي بالفعل من قراء؟ إذا كتبت قراء فستكون مثل كلمة شهداء وإنشاء. ها، بهاء، فضل. ها، فضلي يا حور. قارئ. الاسم قراء، أين الفعل منها؟ قارئ. لا، هذا اسم، هذا اسم فاعل قارئ، لكن الفعل قرأ. الفعل إيه حور؟ قرأ، أحسنتي. يبقى الفعل قرأ. إذا نظرت إلى نهاية الفعل نجد أن فيه همزة، نجد أن فيه همزة، يبقى الهمزة هنا أصلية. ها، من الطلاب يستطيع أن يأتي لي بكلمات ممدودة تكون الهمزة فيها أصلية؟ ها، ما شاء الله، الأربعة اللي رافعين إيديهم، واحد انسحب. ها، ما شاء الله، بقيت واحدة. ها، ماشي، ها، الجميع كله انسحب. طيب، اكتب كلمة امتلاء. كلمة امتلاء، ها، الفعل منها امتلاء وتكون الهمزة على السطر. ها، عمر رفع يده، تفضل يا عمر. امتلأ. امتلأ، الهمزة هنا موجودة في الفعل أم لا؟ موجودة. تبقى الهمزة أصلية ولا منقلبة عن أصل؟ لا، أصل. همزة أصلية لأنها موجودة في الفعل. يبقى هذا هو النوع الأول، أبناء الطلاب، أحسنت يا عمر. هذا هو النوع الأول من أنواع همزة الاسم الممدود، أن تكون الهمزة أصلية، ومعنى أصلية أنها حرف أصلي في الفعل، حرف أصلي من حروف الفعل. قلنا مثل إنشاء،
كلمة قراء، كلمة امتلاء، كل هذه الكلمات همزاتها أصلية. ها مثلها مثل كلمة ابتداء، كلمة ابتداء. شاهد رفع يدها، تفضلي يا شاه سؤال. مستر معلش، هو لازم دايما الفعل نخليه ماضي مش مثلا ما ينفعش مضارع؟ تمام، سؤال وجيه، احسنت يا شاه، جزاك الله خيرا. اذا ما اردنا ان نعرف اصل الكلمة فلا بد ان ناتي بالفعل الماضي، بالفعل الايه الماضي. لكن اذا ما اردنا ان نعرف حرف العلة فناتي بالماضي. هل حرف العلة هذا اصله الف او واو او ياء؟ اتي بالماضي اولا، ثم المضارع، ثم المصدر. تمام؟ يعني على سبيل المثال حينما قلت ابتداء، ها اتي بالفعل، اتي بالفعل الماضي، ها بادأ. تمام؟ والفعل الخماسي منه ابتدأ. يبقى هذا هو النوع الاول ابناء الطلاب من همزة الممدود، أصلية إذا كانت موجودة في الفعل حرف أصلي. طيب النوع الثاني، وهو إذا كانت الهمزة فيه زائدة للتأنيث. زائدة لماذا؟ للتأنيث. طيب مثل كلمة ها صحراء، كلمة صحراء. تمام، كلمة خضراء، كلمة بيضاء، كلمة حمراء، كلمة شقراء، زرقاء. كل هذه الكلمات الهمزة فيها زائدة للتأنيث. يحيى تفضل سؤال. كنت بس عايز أقول مثال، هو سماء موجود برضو؟ انتظر قليلا، خلينا نمشي واحدة واحدة. طيب. الكلام اللي أنا قلته لحد إلى الآن مفهوم أو غير مفهوم؟ مفهوم. مفهوم، تمام. يبقى النوع الثاني، جزاك الله خيرا يا يحيى، سنأتي إلى كلمة سماء الآن. النوع الثاني وهو أن تكون الهمزة فيه زائدة للتأنيث، بمعنى أنني آتي بالهمزة لكي تدل على مؤنث. إذا قلت مثلا كلمة حمراء، المذكر منها أحمر، فالهمزة ليست موجودة في الاسم المذكر، لكن حينما ننتقل إلى المؤنث ونصفه فنقول حمراء. خضراء، المذكر منه أخضر، لا يوجد فيه همزة، لكن حينما نذهب ونصف المؤنث فإننا نقول خضراء وحمراء وزرقاء وشقراء إلى آخره. يبقى هذا هو النوع الثاني، أن تكون الهمزة زائدة للتأنيث. النوع الثالث، أن تكون الهمزة منقلبة عن أصل، بمعنى ليست الهمزة أصلها همزة ولكنها منقلبة عن حرف آخر. تمام؟ طيب، والهمزة المنقلبة عن حرف آخر هذه إما أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. سيسأل أحد الطلاب ويقول أنا كيف أعرف إذا كانت الهمزة منقلبة عن واو أو عن ياء؟ تمام؟ نرجع إلى السؤال الذي طرحته شهد أو حور قبل قليل، أنا كيف أعرف أصل هذه الكلمة؟ فنأتي بالماضي. إذا قلت على سبيل المثال السؤال أو الكلمة التي طرحها يحيى منذ قليل وهي كلمة سماء، تمام؟ طيب نأتي بالفعل، نأتي بالفعل الماضي منها فنقول سما، سنجد أن الهمزة هذه أو الفعل ينتهي بألف قائمة، سما. طب كيف تكون في الفعل؟ ألف. وكيف تكون في الاسم؟ همزة. أنا لا أعرف حتى الآن هل هي أصلها ألف أم واو أو ياء، فأقول لك انتقل إلى الفعل الماضي، سما يسمو. وفي الأصل وفي الغالب أن الحرف العلة إذا لم يكن أصليا ومنقلب عن حرف آخر يتغير في المضارع وفي المصدر، بمعنى اكتب كده ها معي سما بالألف،
المضارع بجوارها يسمو، المصدر أو الاسم السمو. ها، من يستطيع أن يلاحظ الفرق في الكلمات الثلاثة؟ ها أبناء الطلاب، تفضلي يا حور. في الماضي، في الماضي كانت ألف، وفي المضارع كانت واو، وفي الأصل كانت واو، وفي المصدر كانت واو. يبقى هذه الهمزة أصلها واو، لأنها تغيرت في الماضي من الألف إلى الواو، وثبتت واو في المضارع وفي المصدر، يبقى أصلها واو. أحسنت يا حور. يبقى الألف هنا أو الهمزة هنا منقلبة عن واو. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، كلمة شتاء، ها، فعل الماضي شتاء، يشتو، تمام، هذا أصلها، يبقى أصلها واو. ها، كلمة نما، نماء الفعل الماضي منها نما، ينمو. وإذا ما تطرقت إلى المصدر النمو، فالهمزة هنا منقلبة عن واو. أيوة حور. معلش بس يا مستر، كنت سايبه ايدي بالغلط. طيب، يبقى النوع الثاني من، او النوع الثالث من الهمزه اذا كانت منقلبه عن اصل او عن حرف اخر. اخذنا والمنقلبه عن حرف اخر يعني نضع لها تفريعتين او قسمين، اما ان تكون منقلبه عن واو مثل سماء سماء وشتاء ونماء، تمام؟ والنوع الثاني منها أن تكون الهمزة منقلبة عن ياء، أن تكون الهمزة منقلبة عن ياء، مثل فنا، فناء، الفعل الماضي منها فنا، تمام؟ ها، الفعل المضارع يفني، يفني، ها، قضاء، المضارع منها يقضي، إقصاء، الفعل المضارع منها يقصي، منقلبة عن ياء. كلمة إلقاء منقلبة أيضا عن ياء، الفعل المضارع منها يلقي. كلمة بناء، الفعل المضارع منها يبني. فتجد أن هذه الهمزة منقلبة عن ياء. هكذا أبناء الطلاب، ثلاثة أنواع للهمزة الممدود. قلنا إما أن تكون همزته أصلية مثل إنشاء وقراء وامتلاء وابتداء، وإما أن تكون همزته زائدة للتأنيث مثل كلمة صحراء وخضراء وشقراء وبيضاء، وإما أن تكون منقلبة عن حرف آخر. والمنقلبة هذا النوع الثالث، المنقلبة عن حرف آخر إما أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. كنا المنقلبة عن واو مثل كلمة سماء وشتاء ونماء، والمنقلبة عن ياء مثل كلمة فناء وكلمة قضاء وإقصاء وإلقاء وبناء. هكذا أبنائي الطلاب، تطرقنا لتعريف الاسم الممدود. ها، يبدو أن شاهد رفع يدها من ساعتها، عندها سؤال، تفضلي يا شاهد. مستر، هو الهمزة الممدودة اللي هي عن منقلبة عن أصل الواو والياء، المفروض نحولها للمضارع ولا الماضي؟ لأنه يعني حضرتك ساعات كنت تعمل كده وكده. الأول آتي بالماضي ثم المضارع، إذا لم تتغير في المضارع نأتي بالمصدر. يعني إذا قلنا عن واو مثلا سماء، الفعل الماضي منها سماء، صح؟ ألف. لو حكمنا على الماضي سيقول الطالب أو الطالبة أنها أصلها ألف، صح هكذا؟ طيب، لا. نأتي بالمضارع يسمو، الألف ظلت كما هي ولا تغيرت إلى حرف آخر؟ تغيرت إلى حرف آخر. جيد. طب في المصدر السمو، ها، بقيت الواو مثل المضارع، يبقى أصلها واو. واو، تمام؟ في الغالب نأتي بالماضي ونحكم على المضارع، لأن في المضارع لو كانت أصلية ستظل في المضارع كما هي، لكن في المضارع إذا تغيرت نعرف أن الحرف الذي تغيرت له في المضارع فهو أصله. تمام، تمام؟ شكرا، جزاك الله خير. ها، نكمل أبناء الطلاب.
ها. طيب الاسم الممدود، الاسم الممدود يعرب كما هو حسب موقعه في الجملة، مثل أي اسم إذا وقع في بداية الجملة يكون مبتدأ، إذا وقع خبرا يكون خبرا مرفوعا، إذا وقع مفعولا به يكون منصوبا، إذا وقع بعد حرف جر يكون مجرورا، يعرب حسب موقعه في الجملة. تمام؟ فنقول على سبيل المثال لو قلت ظهر الإنشاء شامخا في السماء، ظهر الإنشاء شامخا في السماء، من يستطيع أن يعرب لي هذه الجملة؟ سريعا. تفضل يا يحيى. ظهر فعل ماضي مبني على الفتح. تمام. الإنشاء فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الظاهرة على آخره، بعدين سنة. إيه؟ ظهر الإنشاء شامخا في السماء، شامخا بمعنى عاليا. شامخا حال. أحسنت، حال منصوبة لأن الحال مؤنثة، حال منصوبة وعلامة بها الفتحة. تمام. بعدين إيه؟ في السماء، في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. أحسنت. السماء اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. أحسنت، الظاهرة على آخره. أحسنت، جزاك الله خير. أبناء الطلاب، نحن أعربنا، جزاك الله خير يا يحيى، نحن أعربنا كلمتين ممدودتين، كلمة الإنشاء وكلمة السماء، على حسب موقعها في الجملة ما فيها مشكلة. تمام؟ طيب الاسم الممدود يعني مثلا إذا كلمة، إذا كان مثل كلمة صحراء أو خضراء، تمام؟ فأقول مثلا جلست في صحراء، إذا كان الاسم الممدود هذا أحيانا يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فأقول ذهبت إلى صحراء قاحلة مثلا، فكلمة صحراء هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. تمام؟ طيب نكمل أبناء الطلاب. الاسم الممدود يثنى ويجمع مثل أي اسم عادي، وإذا ما جئنا إلى جمعه أو تثنيته فإننا نرجع إلى أصل همزته. نكمل؟ ها أبناء الطلاب عندي، نكمل. يقول تأمل الكلمات الملونة في الأمثلة، أتأمل الكلمات الملونة في الأمثلة لأكمل الفراغات ثم أحاكيها، ثم أحاكيها. يقول الكلمة هنا حولت الأراضي الزراعية، حولت الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية لإنشاء الدور والمنازل. طيب إلى أراض، من يستطيع أن يقول أراضي هذه نوعها ماذا؟ كلمة أراضي أي نوع من أنواع الأسماء؟ هل هو اسم منقوص أو مقصور؟ فضل يا يحيى، ما فعل يحيى؟ منقوص، اسم منقوص. ولماذا كتبت أراض بهذه الصورة يا يحيى؟ لأنها كانت مقدرة على الياء المحذوفة. أيوة، أنا أعرف أن الكسرة مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، لماذا حذفت الياء؟ هذا أخذناه ذلك في المنقوص والمقصور. طيب نقول أن الاسم المنقوص أو المقصور إذا كان غير معرفا بأل أو غير مضاف فإن في حالتي الرفع والجر تحذف منه الياء، فأقول إلى أراض، فأقول أراض اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. تمام، فهي تظهر هنا، وهنا ياء مقدرة محذوفة أصلها أراضي. طيب كلمة إنشاء اسم، ها من يستطيع أن يجيب؟ الكلمة الملونة هذه لإنشاء اسم ماذا؟ اسم
حور عبد الرحمن هشام ما شاء الله وصل إلينا حديثا. اتفضل يا عبد الرحمن. كلمة إنشاء اسم ماذا؟ اسم ممدود. ارفع الصوت شوية عبد الرحمن. ممدود. ها والألف والألف زائدة هذه الألف التي قبل الهمزة والكلمة من الفعل. الفعل الماضي من إنشاء إيه؟ أنشأ. أنشأ أحسنت. الذي ينتهي بهمزة أصلية. الذي ينتهي بهمزة أصلية تمام؟ نعم. ها نعم. طيب من يستطيع أن يجيب ها كلمة أخرى؟ في هذا العصر ظهرت أخطار التلوث من قيام المناطق الزراعية. ها من يستطيع أن يجيب معي؟ ها نهاية الطلاب. ها في هذا العصر ظهرت أخطار التلوث نقط من قيام غير عبد الرحمن هشام المناطق الزراعية. ما في اللي هو؟ طب اتفضل. ها تفضل تفضل يا عبد الرحمن. طيب أدهم تفضل يا أدهم. ما شاء الله. ابتداء. ابتداء. طب الهمزة هنا كلمة ابتداء أصلية أو غير أصلية؟ الفعل من ابتداء إيه يا أدهم؟ طيب ابتداء الفعل منها ابتدأ والفعل الماضي ده فعل خماسي ابتدأ لكن بدأ بدأ تمام ده الفعل الماضي يبقى ابتداء. أحسنت. تموت الأشجار الخضراء. ها كلمة الخضراء هذه أقول عنها اسم ها اسم ها عمر ما شاء الله تفضل. اسم ممدود. اسم ممدود والألف مد حرف مد. لا قلنا الألف هنا ها زائدة ولا أصلية؟ الألف زائدة. كلمة الألف هذه زائدة ماشي؟ آه. والكلمة تدل على مؤنث فالهمزة هنا أصلية ولا زائد ولا منقلبة؟ لا زائد. زائدة للتأنيث فالهمزة هنا للتأنيث زائدة للتأنيث فالهمزة هنا زائدة للتأنيث. تتعد أحسنت يا عمر جزاك الله خيرا. تتعدد الأزهار بألوانها. الألوان بقى نريد ألوان ثلاثة ألوان. ها الأزهار بألوانها. ها حور تفضلي يا حور. الخضراء والحمراء والزرقاء. وفي ورود زرقاء تبقى الحمراء والصفراء والبيضاء. أحسنت يا حور جزاك الله خيرا. في أزرق. جزاك الله خيرا. طيب نكمل. من أسباب تدمير التربة قطع الأشجار شتاء. قطع الأشجار شتاء للتدفئة. كلمة شتاء اسم ها ها لم يتبقى معنا إلا دقيقة. تفضل يا يحيى. اسم ممدود. اسم ممدود والألف زائدة ولا أصلية هذه الألف؟ أصلية؟ لا الألف هنا زائدة. زائدة زائدة. ها والكلمة تدل على مؤنث فالهمزة هنا كلمة شتاء ممدود وزائدة أصلها وصلها واو شتاء واو. شتاء يشتو واو. ها طب نريد كلمة ها الهمزة فيها منقلبة عن واو أيضا امتلأت بسحب مختلطة بدخان المصانع. ها فضل يا يزن عاد إلينا بعد غياب طويل. فضل يا يزن